مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة للعملية التي وقعت في تل أبيب قبل نحو ساعة ونصف، وكما نشاهد في ساحة هذه العملية حيث اطلق النار من قبل منفذ الذي يقال أنه أتى من مدينة جنين، يبلغ من العمر 27 عاما، باتجاه أحد العمال في مدينة تل أبيب عامل أمن كما يقال حتى الآن، وأصابه بجروح خطيرة ومتواجد في مستشفى إخلوب في المدينة. وقام حارس أمن آخر بإطلاق النار على المنفذ وتحييده وقتله في هذه العملية. مفتش الشرطة يقول أن المنفذ ترك رسالة كتب فيها أنه يريد أن يصبح شهيد، هكذا يقول مفتش العام للشرطة كوبي شابتاي. سنكون معكم في هذه التغطية الخاصة برفقة زملائي، أولا زميل عمر ربيع الذي سيكون معي عبر خط الهاتف، وكذلك الزميل فراس حسن من الضفة الغربية، كما سيكون معنا الخبير في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ علي واكد. أريد أن أبدأ من الضفة الغربية مع الزميل فراس حسن، ومعلومات أولية حول المنفذ الذي كما يبدو حتى الآن بدون طبعا أن نؤكد 100% نشرت صورته وعرف من هو. نعم بالفعل، حسب المصادر الأولية فإن منفذ الهجوم من قرية رمانة غرب مدينة جنين، ويدعى حسب ما تم تداوله هو المعلومات الأولية كامل أبو بكر، يبلغ من العمر 27 عام، وكان يحمل أيضا وصية أثناء تنفيذ الهجوم. في هذه الوصية كان يريد أن يصل رسالة أنه أراد الانتقام من هجوم المستوطنين الليلة الماضية على قرية برقة والتي أدت إلى مقتل فلسطيني تم تشييع جثمانه اليوم. مصادر تحدثت حول انضمام المنفذ إلى كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، لكن الكتيبة حتى الآن لم تتبنى بشكل رسمي الهجوم بليغ. هذا يؤكد أن جنين تعتبر قاعدة للمسلحين الفلسطينيين رغم الهجمات الإسرائيلية المتتالية. وقرية رمانة للتذكير بليغ هي التي خرج منها أيضا منفذا عملية العاد في أيار من العام الماضي التي قتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون. حتى اللحظة أيضا لم يتبين أي فصيل أو مجموعة مسلحة هجوم تل أبيب. الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم اعتبر الهجوم في تل أبيب ردا طبيعيا على الممارسات الإسرائيلية أيضا وهجمات المستوطنين في الضفة، ورفع مستوى الحرب الدينية كما سماها في المقدسات الإسلامية في مدينة القدس والاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى. حماس اعتبرت الهجوم تأكيدا جديدا على قدرة المقاومة على إرباك أيضا إسرائيل وتثبيت معادلة الرد، لكل رد ورد فعل كما وصفوه. القيادة في حركة حماس أيضا محمود مرداوي وصف الهجوم بالعمل البطولي والرد الطبيعي على مقتل فلسطينيين بالضفة أمس. القيادة الحمساوي اعتبر أن جعبة الفصائل المسلحة عامرة بالذخيرة كما وصفها، وأن الاعتقالات والاقتحامات ومحاولة إحباط هذه المجموعات والتقليل من عزيمة الشباب لن تنتهي. أيضا حركة الجهاد الإسلامي بليغ باركت العملية واعتبرتها الرد الطبيعي على عملية القتل الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأيضا المخططات التي تستهدف المسجد الأقصى التي ستقابل بالمزيد من الهجمات حسب بيان الجهاد الإسلامي. هناك أيضا أنباء أولية قبل قليل حول إطلاق نار أيضا كثيف استهدف خيمة للمستوطنين الإسرائيليين قرب بلدة كفر اللبد شرق طول كرم. تم استهداف هذه الخيمة للإسرائيليين من قبل كتيبة طول كرم وتبنت هذا الهجوم. ودعني أشير هنا إلى الهجوم، هذا الهجوم وما سبقه وما سيلحقه أيضا هو إفرازات الوضع الراهن بليغ في الضفة الغربية في ظل انغلاق الأفق السياسي وغياب حلول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نعم سنعود إليك مع تفاصيل أخرى في وقت لاحق. أعود الآن وتوجه عفوا للزميل عمر ربيع. إذن عمر، كما يبدو وكما يقول العاملون في بلدية تل أبيب في الأمن، يعني تم الاشتباه بهذا المنفذ وبعدها قام بإطلاق النار وليس بشكل مباشر. صحيح بليغ. إذن وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت فيديو، مقطع فيديو قصير يوضح يعني العملية أو سير العملية. كما ذكرت بليغ، يعني في الفيديو يظهر
منفذ العملية وهو يحمل حقيبة كبيرة الحجم، ما أدى إلى الاشتباه به من قبل عناصر الأمن التابعين لبلدية تل أبيب. أحدهم قام بإيقافه من أجل أن يتم فحص أوراقه الثبوتية، ولكن منفذ العملية كان مسلحا. فجأة عناصر الأمن التابعين لبلدية تل أبيب وقام بإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانوا الثلاثة أشخاص هؤلاء، أحدهم طبعا أصيب بجروح خطيرة، ينتمون إلى عناصر الأمن التابعين لبلدية تل أبيب أم هم مدنيين. ولكن المؤكد هو أن أحد الموظفين أو عناصر الأمن قام بالاشتباك مع المنفذ وأطلق النار عليه، وتمت إصابته بجراح يعني خطيرة، وتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج. نريد أن نقول أن من هذا الأمر يمكن أن نستق، وأيضا في توثيق الفيديو بليغ شهد أيضا أشخاص كانوا يرتدون إحدى المقاهي وهم يصابون بحالة من الذعر والرهبة. نريد أيضا أن نقول أنه من هذا الأمر يمكن أن نستقي أن المنفذ كان ينوي القيام بعملية كبيرة جدا، ولكن تم إحباط العملية، بمعنى أنه لو لم ينتبه إليه عناصر الأمن التابعين لبلدية تل أبيب فمن المتوقع أنه كان يريد أن ينتقل إلى مكان أكثر ازدحاما وأن يقوم بالعملية بشكل متقن أكثر، ولكن عناصر الأمن على ما يبدو ولربما نقول أنهم باغتوه وبادروا إلى السؤال له لكي يضطر إلى الرد عليهم بإطلاق النار. نريد أن نشير إلى أن إسرائيل تتحدث أنه تم إحباط عملية أكبر، وأيضا سمعت هناك ردود فعل من قبل يعني عضو الكنيسة من المعارضة بني جانس الذي أشاد بشجاعة وبسالة بحسب تعابيره عناصر أمن بلدية تل أبيب. ولكن أريد أن أتطرق إلى موضوع مهم بليغ لو سمحت لي، وهو أن في إسرائيل باقتطاب أن إسرائيل لا ترى بهذه العملية مجرد عملية، وإنما تخشى من أن تشكل هذه العملية نقطة انطلاق لعمليات أخرى أو تصعيد أكبر يشمل ساحات أوسع بدءا من عمقها في تل أبيب وينتهي لربما في الضفة الغربية وقطاع غزة. نعم عمر، وبهذه النقطة أتوجه إلى السيد علي واكي كده الخبير في شؤون الشرق الأوسط. أستاذ علي، يعني قضية الرد الإسرائيلي الآن وكذلك كيف تقرأ هذه العملية في ظل الحاصل في الضفة الغربية، مستوطن يقتل فلسطيني مع هذه الحكومة التي يعني حتى المعارضة تقول أنها تدعم هؤلاء المستوطنين وشبان التلال؟ يعني بليغ، في الأشهر الأخيرة نحن نسمع عن مصطلح وحدة الساحات التي تستعد له إسرائيل، أي يعني عمل مشترك لعدة جهات فلسطينية من قطاع غزة ومن لبنان ومن خارج إسرائيل. الآن وفي الأشهر الأخيرة تدخل الضفة الغربية على هذا الخط، وعلينا أن نوضح الأمور. حينما نشاهد ما يحدث على الجبهة الشمالية وتحديدا على الحدود اللبنانية والتوتر الإسرائيلي مع حزب الله وما تصفه إسرائيل بالاستفزازات التي يقوم بها الحزب من نصب خيمات ومن الاقتراب إلى الشريط الحدودي ومن إرسال عناصره للاستكشاف ولتصوير قائد أركان الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي لا يرد، هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة غير معني بالتصعيد. ولماذا هو غير معني بهذا التصعيد؟ لأن أجزاء كبيرة منه موجودة حاليا في الضفة الغربية بمهام شرطية وبمهام عسكرية لتأمين الوضع في الضفة الغربية لكي لا يخرج عن السيطرة. وعلينا أن نذكر، ذكر الزميل عمر ربيع العمق الإسرائيلي، حينما نتحدث عن العمق الإسرائيلي فطبيعي أن العمليات في العمق الإسرائيلي تأتي كلها تقريبا من الضفة الغربية، أي أن لمن لا يعرف الضفة الغربية متاخمة كثيرا لكبرى المدن والبلدات الإسرائيلية من الجنوب وحتى الشمال. لذلك يعني الجيش
الجيش الإسرائيلي موجود بكثافة لمنع هذا النوع من العمليات في العمق، وحينما يكون الجيش موجود بكثافة داخل الضفة الغربية فلا توجد لديه القوة الكافية لمواجهة ما يحدث على جبهات أخرى، وتحديدا على الجبهة الشمالية. لذلك هذا القلق في الجانب الإسرائيلي أنه كانت هناك جبهة هادئة نسبيا إلى حد كبير معقول يعني التعامل معها أمنيا، ألا وهي جبهة الضفة الغربية، وكان بإمكان الجانب الإسرائيلي التفرغ لجبهتين أساسيتين، قطاع غزة التي تنفجر بين الحين والآخر، واستمرار الاستعداد الذي بدأ عمليا منذ نهاية حرب لبنان الثانية إلى المواجهة القادمة مع حزب الله. مع دخول الضفة الغربية ومع إعادة بناء الفصائل الفلسطينية لهياكلها العسكرية ولكوادرها العسكرية في الضفة الغربية، هذا يستوجب على الجانب الإسرائيلي استعدادات أكبر من الناحية العسكرية. ضف إلى ذلك التطورات السياسية في إسرائيل والتي دفعت بالمستوطنين إلى سدة الحكم في إسرائيل، وهذا الدعم المعنوي والسياسي والميداني الذي يعطى للمستوطنين مما يزيد من عربداتهم في الميدان الفلسطيني، مما يزيد من الاحتكاكات ومن المواجهات، وكل هذا يسخن الساحة الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية. هذا يستوجب على الجيش الإسرائيلي الاستعداد لجبهة كان يعتقد أنها يعني منذ سنوات منذ وصول السيد محمود عباس إلى الحكم أنها تحت الضبط، وأن عمليا القيادات الفلسطينية الأمنية والسياسية تعمل بكل ما أوتيت بقوة لمنع أي تطور عسكري مسلح في الضفة الغربية. يعرف بالتنسيق الأمني الذي دائما ما يشيد الإسرائيليون بزملائهم الفلسطينيين أنهم يقومون بتنفيذ التعليمات الإسرائيلية كما هو مطلوب منهم، وكما يعني تعطى بحذافير الأمور من اعتقال لكوادر فلسطينية مسلحة، وشهدنا ما حصل مؤخرا في جنين وقرية جبع كيف قامت السلطة الفلسطينية نزولا عند تعليمات الجانب الإسرائيلي اعتقال نشطاء فلسطينيين يعتقد أن لديهم دور في النشاط المسلح في المنطقة. وهي هذه الجبهة الضفة الغربية ترفع رأسها بهذا الشكل. صحيح أن عملية اليوم هي على ما يبدو عملية فردية، ولكن هناك حديث عن أن ربما المنفذ ينتمي إلى الجهاد الإسلامي، يعني هناك غطاء من فصائل فلسطينية مسلحة، وهذا أمر يقلق الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة. سنعود إليك مع تفاصيل أكثر أستاذ علي. الآن أعود إلى زميل فراس حسن في الضفة الغربية. هل من تعليق من قبل السلطة الفلسطينية التي نحن نعلم أن الرئيس محمود عباس يعني في العديد من الأحيان أيضا يستنكر مثل هذه العمليات التي تكون ضد مدنيين إسرائيليين، لكن في ظل الوضع الراهن مع يعني المداهمات للجيش الإسرائيلي وحادثة مقتل الفلسطيني على يد مستوطن، ماذا يمكن أن نتوقع ردا من السلطة الفلسطينية؟ نعم، بالفعل حتى هذه اللحظات اقتصرت ردود الأفعال على الفصائل الفلسطينية. نحن نتحدث عن حركة حماس والجهاد الإسلامي. الحكومة الفلسطينية حتى الآن لم تعلق أو تستنكر على هذا الهجوم، لكن مثل هذه الهجمات بالفعل تخشاه إسرائيل بليغ، وحذرت منها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سابقا، وأيضا من وقوع المزيد مثل هذه العمليات سواء في الضفة والعمق الإسرائيلي كما كنا نتحدث. هذا الهجوم يأتي أيضا بعد ساعات من تشييع الفلسطينيين، جثمان شاب فلسطيني قتل متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين أيضا إسرائيليين هاجموا قرية برقة أمس. وردا على هذا الهجوم أيضا طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ فيها المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باعتبار حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حزبا إرهابيا على حد تعبيره، وهذه التغريدة مؤشرا حقيقيا بليغ على أن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية ربما في هذه الأوقات والحالات في أسوأ حالاتها. وبالرغم من العمليات العسكرية الإسرائيلية بليغ شبه اليومية، إلا أن العمليات الفلسطينية تشهد تطورا نوعيا بدءا بالعبوات الناسفة في جنين، ومرورا أيضا بمحاولات إطلاق القذائف الصاروخية من مدينة جنين على المستوطنات المتاخمة للمدينة. ودعني أشير أيضا إلى تقرير إسرائيلي بليغ سلط
الضوء على استمرار تعاظم القوى المسلحة في الضفة الغربية بشكل لربما بات يشكل تهديدا حقيقيا على الأمن الإسرائيلي والمستوطنين حال اندلاع مواجهة واسعة، وكما كنا نسمع عن أيضا الدعوات إلى وحدات الساحات. ويبدو أن العملية العسكرية الماضية في مخيم جنين لم تكن سوى تجربة بسيطة للمواجهة الشاملة القادمة في الضفة الغربية، حيث يعيش في الضفة عشرات آلاف المسلحين عدا عن تهريب كميات كبيرة من السلاح يوميا للضفة الغربية. وكنا قد سمعنا قبل أيام عن محاولة أيضا تهريب سلاح لأراضي الضفة الغربية. بليغ 13 كتيبة إسرائيلية عسكرية فقط كانت تقوم بمهام عملية طارئة في الضفة قبل اندلاع مثل هذه المواجهات التي نشهدها. الآن ارتفعت هذه الكتائب الإسرائيلية إلى 25 كتيبة خلال هذه الفترة، وهو ما يشكل ربع الكمية العسكرية العاملة كانت في الضفة مقارنة مع فترة الانتفاضة. نحن نتحدث عن قرابة 20 عام من الانتفاضة، واليوم نشهد تصعيد ووضع خطير جدا في الضفة الغربية، وربما الضفة الغربية باتت بالفعل على صفيح ساخن بليغ. هذه الهجمات يبدو أنها مقدمة للسيناريوهات القادمة، حيث يمتلك عشرات آلاف الفلسطينيين كما قلت السلاح في الضفة، ما يعني إمكانية تحول الضفة إلى لربما برميل بارود في أي لحظة. بليغ، نشكرك حتى هذه اللحظة زميل فراس حسن، نعود لك في وقت لاحق. العودة الآن إلى الزميل عمر ربيع. عجب أن أقول عمر أن المظاهرات في تل أبيب على بعد ربما أقل من بضع الكيلومترات عن مكان الحادثة مستمرة كالمعتاد، ولكن مع بعض التغييرات. ولعل الملفت للنظر والمثير للاهتمام أنه في أسابيع سابقة كان الإعلام العبري في مثل هذه اللحظات منشغل تماما بالاحتجاجات. نريد أن نذكر أن هذه الاحتجاجات تجري في 150 موقعا على امتداد إسرائيل في كافة أنحاء إسرائيل، في حيفا، في كساري أمام الفيلا الخاصة بنتنياهو، في القدس، في بئر السبع، ولكن وإن كانت المظاهرة المركزية تجري في تل أبيب، ولكن في هذه الساعات كل الإعلام العبري تغطيته منصبة على العملية في تل أبيب. هناك بث حي ومباشر من جميع قنوات التلفزة الإخبارية الإسرائيلية التي تنقل أولا بأول مجريات الأحداث والتطورات المتعلقة بهذه العملية التي أخذت كل الاهتمام والضوء من الاحتجاجات. ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الاحتجاجات كما ذكرت بليغ تجري كالمعتاد، وهذا يعود أيضا إلى السماح بهذا الأمر من قبل الشرطة الإسرائيلية، لأن قرار الاستمرار بهذه المظاهرات هو رهن قرارات ضباط الشرطة الإسرائيلية الذين يصادقون ويسمحون ويرخصون، يعني يمنحون ترخيصا لمنظمي الاحتجاجات بإقامتها أم لا. ونريد أيضا أن نقول أن الإعلام العبري ما زال يصور العملية وكأنها رد أولي وليس نهائي على طبعا من قبل الفلسطينيين على ما يجري في الضفة الغربية. وكان آخره مقتل الشاب الفلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية برقة قرب رام الله. سمير عمر، يعني نقطة معينة وربما لافتة، قضية عدم صدور بيانات من قبل وزارة الأمن القومي حتى الآن من قبل رئيس الوزراء الذي نعلم أنه يتلقى طبعا المعلومات حول هذه العملية. ما المتوقع من هؤلاء الذين تعهدوا بأن يعني يحافظوا على أمن المواطنين الإسرائيليين ولهذا انتخبوا في نهاية الأمر؟ بالنسبة لردود الفعل نريد أن نذكر أن غالبية الحكومة الإسرائيلية هي متدينة وتلتزم بحرمة. نعم، ولكن خرج يوم السبت. صحيح، وبالتالي فإننا سنشهد في أو هناك حالة ترقب لإصدار بيانات وردود فعل في الساعات القليلة القادمة. نعم. بالنسبة لرئيس الحكومة نتنياهو أعتقد أنه يتلقى يعني كل الأخبار أولا بأول من
من قبل يعني سكرتيره العسكري، ولكن المشاورات الأمنية سيجريها كما عودنا في العمليات السابقة، ليس عبر الكابينت المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ذو الصبغة السياسية، وإنما عبر منتديات أقل من حيث الحجم، يعني لتشمل فقط قائد هيئة الأركان العامة ورئيس الشباك. وبالنسبة لقضية لماذا هم انتخبوا، يعني هذه الحكومة انتخبت لأنها يمينية متشددة من حيث الأمن، ولكنها أتت على المواطنين الإسرائيليين بنتائج عكسية على الصعيد الأمني. هذا بدون شك إحدى الأمور السجال السياسي التي تعتمد عليها المعارضة اليسارية التي تحمل المسؤولية للحكومة الإسرائيلية بالتصعيد. ولكننا يجب أن نتذكر أيضا أن المعارضة الإسرائيلية في مثل هذه الأمور أيضا ستدين ما تصفه بالعنف الفلسطيني، ستقف ولو بشكل جزئي إلى جانب ليس الحكومة وإنما إلى جانب قوات الأمن. نعم، وبالتأكيد هذا يفسر كذلك عمر تراجع للحكومة والائتلاف بشكل عام في استطلاعات الرأي. والآن أعود إلى الخبير شؤون الشرق الأوسط سيد علي واكد. الآن المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القنوع يقول أن هذه العملية تؤكد على يعني استعداد الفلسطينيين للحفاظ على المسجد الأقصى. لماذا التركيز على هذه النقطة بالتحديد؟ يعني ماذا يقول لنا كل ما يقوله الفصائل حتى الآن؟ يعني بداية مواقف الفصائل الفلسطينية يعني هي أكثرها متوقعة، تشجيع للفلسطينيين في الضفة الغربية سواء كانوا على مستوى أفراد أو على مستوى جماعات، الانخراط في العمل المسلح. ولا شك بليغ يعني ما شهدناه في الحرب الأخيرة في قطاع غزة كان بدأ عمليا باستهداف إسرائيل لمجموعة قيادات من الجهاد الإسلامي، بعضها تقول إسرائيل أنه كان يقف خلف تحريك العمل العسكري المسلح لخلايا الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. وهناك قلق في إسرائيل من تطوير الفصائل الفلسطينية لقدراتها في الضفة الغربية من ناحية، وتشجيع لدى الجانب الفلسطيني تحديدا فصائل قطاع غزة من بدء تطور قدرات الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية. المنفذ العملية جاء من منطقة جنين عادت إلى الواجهة في الأشهر الأخيرة بعد العملية العسكرية الواسعة التي نفذها الجانب الإسرائيلي، التي بدورها جاءت بعدما قالت إسرائيل أن الجزء الأكبر من العمليات التي استهدفت إسرائيليين في إسرائيل انطلقت من جنين. ونذكر أيضا أنه في جنين وللمرة الأولى منذ سنوات استخدمت عبوة ناسفة كبيرة جدا ضد قوى إسرائيلية راجلة. وفي جنين أيضا نشهد في الأسابيع الأخيرة تكرار محاولات إطلاق القذائف الصاروخية البدائية جدا تجاه الأراضي الإسرائيلية. صحيح صواريخ بدائية في هذه المرحلة، لكن جهات أمنية إسرائيلية قالت أنها لا تستهتر بها، علما بأن تجربة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في تطوير قدراتها الصاروخية في نهايات العام 2001 بدأت بهذه الأنابيب البدائية ثم تطورت إلى ما وصلت إليه الآن، وهي آلاف القذائف التي يستخدمها الفلسطينيون في قطاع غزة في مواجهاتهم العسكرية مع الجيش الإسرائيلي. نعم، شكرا لك علي. وربما ننهي مع الزميل فراس حسن من الضفة الغربية. الآن نرى العديد من الأشرطة المصورة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الوسائل الإعلامية كذلك حول هوية المنفذ. ماذا نعلم عنه؟ ماذا نعلم عن المنطقة التي أتى منها؟ ويجب أن نقول أنها قريبة جدا جدا من الخط الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، وقريبة من قرية ومدينة أم الفحم. نعم، بالفعل كما قلت سابقا بليغ، الشاب يدعى حسب الصور وحسب الناس التي تعرفت عليه كامل أبو بكر، يبلغ من العمر 27 عاما. قلنا أنه ينتمي من قرية رمانة وهي موجودة في جنين وقريبة من مخيم أيضا جنين. وبالفعل كما قال أيضا الزملاء السابقين، قرية جنين موقعها الاستراتيجي في شمال الضفة الغربية متاخم للعديد من المدن الإسرائيلية المهمة، تبعد يعني مدينة جنين حوالي 55 كيلو متر هوائي عن تل أبيب، وبذلك
تصبح مرمى سهلا بالنسبة للفصائل الفلسطينية الموجودة في شمال الضفة الغربية. نتحدث عن الكتائب الموجودة في جنين كانت للمرة الخامسة تحاول إطلاق نار على المستوطنات المتاخمة للبلدات في شمال الضفة الغربية خصوصا مدينة جنين. هذا يؤكد أن جنين أيضا كما قلت قاعدة تعتبر للمسلحين الفلسطينيين. قرية رمانة أيضا خرج منها المنفذان الذين نفذوا عملية العاد وتم قتل فيها عدد من الإسرائيليين. التخوفات الآن بليغ والأنظار تتجه نحو لربما يكون هناك اقتحام لقرية رمانة وأخذ قياسات المنزل لربما واعتقال أقارب الشاب الذي نفذ العملية. وهذه التخوفات تعيد لربما الاقتحام السابق لمدينة جنين والذي أسفر عنه عن أكثر من 12 قتيلا فلسطينيا في الهجوم السابق الذي نفذته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين. وهنا التخوف